قطاع صناعة الغزل والنسيج له دور كبير في استيعاب الآلاف من الأيدي العاملة، علاوة على المساهمة في الدخل القومي وتطوير هذه الصناعة، كان محور الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات. المزيد في التقرير التالي. بالتعاون بين الحملة القومية للنهوض بالصناعة الناسيجية واتحاد الصناعات المصرية، أقيمت ندوة بعنوان تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج في مصر، وذلك لمناقشة ما يعاني منه هذا القطاع في الآونة الأخيرة والوقوف على حلول من الممكن الوصول إليها. احنا بنتكلم على قطاع يمثل 25% من حجم الانتاج الصناعي في مصر، بنتكلم عن قطاع يستوعب اكبر عدد من العمالة المصرية ولديه القدرة على استيعاب اكبر عدد من العاملين المصريين للعمل على حل مشاكل البطالة. بنتكلم على قطاع قادر على زيادة الصادرات الى الخارج. عندنا امكانيات وعندنا قدرات وعندنا خبرات. اللي هياخد بيد الاقطار هو اشتراك القطاع الخاص. القطاع الخاص لابد ان ينزل بثقل في هذه الصناعه. عاوزين عماله مدربه، وعاوزين مكان جديد، وعاوزين استراتيجيات جديده للتسويق وللانتاج، عاوزين تنميه بشر. يحتل القطن المصري مكانة متميزة في الأسواق العالمية لمكانته المرموقة كأفضل أقطان العالم جودة وملائمة لصناعة المنسوجات والملابس الفاخرة. طبعا الغرفة بتبحث منذ سنوات إيه هي المشاكل اللي بتقف أمام الصناع، إزاي نحل المشاكل دي، إزاي نعمل تكاتف بين الناس كلها، وإزاي نعمل ارتباط واتصال بيننا وبين الوزارات الأخرى زي وزارة الزراعة، زي وزارة الصناعة، وزارة المالية. فالحقيقة الغرفة بتقوم بمجهود كبير جدا في سبيل النهوض بصناعة الغزل والنسيج. مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس هي مشاكل قطاعية وليست مشاكل ملكية. تمثل زراعة القطن مخرجا للكثير من المشاكل في المجتمع المصري، ومنها مشكلة البطالة والمادة الخام الرئيسية في صناعة الغزل والنسيج. وبانعقاد هذه الندوة اليوم وبحضور عدد من الخبراء، من الممكن الخروج بحلول لاستعادة مكانة القطن محليا وعالميا. دينا حوايدق، أون لايف.